أراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطى الديرها السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغني. والله يا هلا وسهلا فيكم. اليوم صغار ستار غير صغار ستار اليوم، بس ناقص شوي ناقه هنا تفحط معنا. تفحطي ولا لا يا ذيبان؟ تفحط الناقه؟ اي عادي فحط فحط. فحط نص طبق. حياكم الله يا هلا. تفحط انت بعد؟ هنا تفحط؟ اوه يا جماعه الخير بالله. انا شاعر. تبي حمضيات؟ اي. طيب اليوم احنا راح نكون ان شاء الله معاكم باذن الله في هالجو الشعبي، ودائما جميل انه احنا نعيش اليوم في الاجواء الشعبيه. ها سم، ما بدأت المباراه لسه المباراه. ها مفرقين شايفنا، انا ما ادري شكل بعد الدخول بيطلع لنا نار وصغير. لا صغير ولد. طيب اليوم احنا ان شاء الله راح يكون باذن الله في صغار ستار مع الاجواء الشعبيه، جايبين اليوم ما شاء الله مشاهير السوشيال ميديا السحلي وسلمان والشباب اللي موجودين. نتعرف بس عليهم. اللي معانا عبد العزيز عبد الله بن عيال. ويا هلا وسهلا خالد عبد الله الفهد. اليوم معنا المدرب حقهم، المدرب حق السحلي، ولا تسوي تمارين رياضيه ولا؟ وفارس يا مرحبا والله، وطلال وسعد يا هلا وسهلا فيكم. اليوم احنا عندنا اجواء شعبيه قهوه، بس على فكره يا سحلي والله ذيب حق. ذيب والله. صبت قهوه. صبت قهوه الجيلي اول. جي بس بقولك شيء يا سحلي، الحين ورك حطيت ما شبيت شبة. هذا المشخاط. مشخاط؟ خذ المشخاط. شب. ايوه. انت ما تحرق. انت ما تحرق طاقيتك. لا تحرق. هات المشخاط. شب. يا سلام. طيب شب حطيتها ربع. خاف ما تتعلق عليك. طيب اليوم احنا نشوفكم دائما يا سحلي ما شاء الله. من الصيني؟ الصيني وينه؟ انا. انت الصيني؟ طيب اليوم معك الشاشه، وش بتقدم؟ وش بتقول لنا؟ بقول هاي ستار. يلا قدم يا سحلي. شوف انت يلا قدم هاي الشاشه. يلا قدم هاي كاميرا. قدم يلا هاي ستار. ها؟ هاي ستار. بعاد ما شاء الله متمدن والله. تعرف انجليزي؟ ايه. انجليزي ولا انجليزي؟ والله يقدح بالمره. يا تعرفون انجليزي بعد؟ ايه. عندكم قالي انجليزي يا اخي. طيب يلا خليني اسولف معكم الحين. اول شيء سحلي ورني كيف تقدم، اذا نشوفك دائما. تقدم. رجال بازل. لا يا سلمان يلا خلينا نشوف الحين. لا يا سلمان. يلا يا سحلي شوف شو تسوي. لا ابغاك تقدم الحين. يلا سلمان خلينا نشوف السحلي شو يسوي. يلا يا سحلي. قدم الحين. ما تدري المره تقول يا فهد وين كلمة مباشر؟ يلا عندك في فيديو. يلا قول الحين قدم شيء. فهد وين كلمة مباشر؟ اسأل الحين. فهد وين كلمة مباشر؟ والله حطيت. اسأل قل له أول شيء كلك تقدم الحين مع البرنامج. هل أكلت أنت من البيل ما أدري ويش اللي قلتها أنت أول؟ وش؟ أدري أنت سويت فيديو ها؟ برنامج البادية. السلام عليكم. برنامج البادية كم عدد البلوك؟ إيه. مليون. في رضخة. في رضخة. تبي تسويه؟ إيه تسويه.
طيب خلونا نشوف مقطع لهم انتشر من مدار الرادية قدم السحلي وسلمان اللي معه اليوم. خلونا نشوف ونرجع لكم بعد الفاصل. برنامج البادية كم عدد ابنك؟ 5. ما لونه؟ بطل. ماذا تتمنى يا البدوي؟ تمنى لي بعيد عند بقري. فاصل ونواصل. عصير راني حبيبات جاية ودك تجرب ودك تغني. شكرا لك يا البدوي. والله خير. حياكم الله. شفنا المشهد احنا وياكم والمقاطع اللي منتشره ما شاء الله اليوم. السحلي وسلمان صديقي اهل السحلي والصيني. السحلي والصيني. لا هذا الصيني. بس انا اول مره اشوف صيني عيونه جنب بعض. ها شلون؟ زينها بالموعد. ها؟ زينها بالموعد. زي انتوا بالماء. ما شاء الله. طيب بسالك يا السحلي الحين النياق اللي عندكم وانت وسلمان اللي قلتها انت في البرنامج برنامج البادية. ها؟ وش النياق اللي عندكم؟ شو اسمه؟ شنياق. ها؟ شنو؟ ما تعرف اني اقول لبل العلم. انا عارف انا عارف. شلنا منها لبل. بدي لحظه بقول لك شيء، للحين السحلي انت قايل انا بجيب لكم حليب، حليب وبعض. ها؟ شلناه يا سحلي انت قايل بجيب لنا حليب، وين الحليب؟ والله كنت شربته في المطعم، قاعده بجيها سوس. شلون؟ سوس. الحين موعدنا والله ذي بحق. ما هقيتها منك يا السحلي انت وسلمان. الحين تقول بجيب معك حليب نشرب حليب في البرنامج. ها؟ ونجيب معي الناقه. ها؟ الناقه كيف تدخل؟ كبيره. بعدين يا سلمان والله ما تقهر الدجين. ابي زايد. ما يبقى زايد. ها؟ هذا زايد واحد من العيال في الحاره. بعد عرفها. لا احسبها زايد ولد عمتي. عندنا واحد زايد من جماعتنا. بالله. بالله والله وليه. شلونه؟ طيب خلينا نشوف اليوم اللي معانا موجودين يعطيهم العافيه سعد وطلال وفارس وعلي وعبد العزيز اليوم الموجودين معانا. نتكلم عن الباديه اليوم والجوال الشعبيه، كيف ايش مجهزين لنا اليوم انتم في الجو الشعبي؟ كلكم اكيد تحبون الجو الشعبي، احنا اليوم نتكلم عن اجواء شعبيه، احنا بالاصل عشنا في هالاجواء. بيتكم كم؟ بشرمكم. بيتنا بكم؟ ايه بشرمكم. مليون. مليون. كم مليون؟ يلا يا عبد العزيز الكاميرا تابعنا بعد. يلا و65 انت الحين شوف الحين احنا جايبينكم هنا عندنا في المطبخ يا رجال. تبي تطبخ الضبان يجيبه معك. ايه جيب المطبخ. هذا في الموتر هناك. ها؟ في الموتر؟ اي والله. روح نجيبه نجي. ها بعد ما نسمع السوالف في الشباب ايش رايكم؟ يلا يا عبد العزيز تفضل. اتكلم عن صوت عالي تفضل. اليوم ما شاء الله تمثل الجنوب ما شاء الله وجايب معكم هذه اللي ما شو تسمونها انتم في الجنوب هذه خنجره. ها خنجره ما شاء الله. كيف تلبسونها هذه؟ تقوم بس نشوفها. ايه نشوفها وري المشاهدين اليوم معنا بما ان اليوم الاجواء الله عليك حلو. هذه شو يسمونها؟ سكين. هذه خنجره. سكين. هذه خنجره. سكين يا رجال انت بتقطع. يسمونها خنجره. بتقطع فواكه تقول سكين. ايه تعرف سكين وش هي؟ سكين ولا سكين؟ سكين وجنبيه. سكين وجنبيه. سكين وجنبيه. انت ايش تحب انت؟ انا ايه احب البل. تحب البل؟ ولا اول الضبون والجربيع ولا الارانب. انا جربوع. تحب الجربيع؟ اي والله. اجل شوف اسمع دام انكم تحبون الجربيع والضبان ها؟ نبي نروح نكشت في هنا. عندكم جربيع؟ اي وين؟ عندنا الجربيع في عند الاستديو عندي بان. خذوا عظمي من واحد. تاكلها؟ تاكلها؟ يبكي. الله ابشر. عظمي ضب كبير. تبي ضب كبير؟ اي كبر بيتكم. ابشر ان شاء الله. يلا يا عبد العزيز تكلم عن اليوم الاجواء الشعبيه وتحب انت الاجواء الشعبيه. يمكن اليوم لما نسوي هذا الجو قلنا اليوم نخلي الاولاد كل واحد يتكلم عن الاجواء الشعبيه اللي احنا هذول اجدادنا عاشوها ومروا فيها قبل عاد انت الحين مع الحضاره يا ولد. ها؟ ايش رايك؟ ها؟ تغير الموضوع. يلا تفضل. بدوه يا ولد. بدوه. بدوه. انتم تحبون الحضاره وتحبون البدوه.
بداوة بداوة ها؟ هذه تحبوا الحضارة اللي بداوة؟ بداوة تحبوا القحطانه؟ اي نعم. تحبوا البداوه يعني؟ تحبوا البداوه؟ ايه يعني ويش ويش؟ انا احب القحطانه. يعني ويش البداوه؟ يعني عباد ما تحبوش ازل وغنم ايه غنم وابل ايه وش بعد؟ عباد وابل على كم الغنم؟ غنم ثلاثين انت صح انت تقول انت تبيع للحين انت قربت تجاره انت وياه والله بس انت من بدو الصين انت من بدو الصين والله العظيم قحطاني قحطاني؟ ايه قل وا والله العظيم قل وا احلف كيلو ما شاء الله جاهز انت بران وكذا ها فيكم احد راح البر ايه انا انتم ما شاء الله في البر ما ايه 24 ساعه احنا في البر لا احنا 1200 ها 1200 احنا في البر ماشي 1200 ايه ما شاء الله حراج اذا مو ببر 1200 وكل 24 ساعه ايه انا في البر قلت في الغرفه ايه؟ لا انا عندي قفاز بالليل احنا في الليل راح القمر راح صيد الجربيع عندكم قمر لا بس لا راح نروح ده نروح الجربي طيب يلا خلينا طيب ايش رايكم نطلع فاصل ونرجع يلا خلينا نقول فاصل يلا قل فاصل ونرجع فاصل ولا فاصل